السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديده من فيلم جامد والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهارده هو فيلم كابون من بطولة توم هاردي والناس اللي بتحب توم هاردي وانا منهم طبعا كانوا منتظرين له اي حاجه من اي شكل وفي المكابون من الافلام المنتظره انا كنت عملت عنه نشره وقدمته وقدمت فكرته ساعتها كان اسمه فونزو ووضحنا ان هو بيدور على حقبه في حياه الكابون زعيم المافيا والبلطجي العالمي الكبير آه ما, بت... ما تمش تناولها قبل كده لان دايما اللي كان بيتم تناوله هي الحقبه بتاعه سيطره الكابون وسطوته الكبيره ودايما الحدوته بتنتهي بالخدعه بتاعه الضرايب اللي اتعملت حواليه من الحكومه الامريكيه وتسببت في سجنه زي ما تكون دي نهايه القصه ولكن الفيلم ده بيقول انه بعد ما قضى 11 سنه في السجن خرج وان في تكمله للقصه دي كل دي معلومات جيده جدا ومثيره للاهتمام جدا ولكن وانا اسف ان انا بقيت مرسال ولكن مؤخرا دايما وبجيب لكم اخبار شكلها كده مش حلوة يعني <applause> مش قصدي والله يا جماعة انا كنت سخمن على الفيلم جدا بس قريت شوية حاجات يعني مش عارف مش عايز اقول طفتني شوية ولكن برضو ضروري نعرفها عشان نحط توقعاتنا في نصابها الصحيح فيلم كابون اللي هيتعرض ان شاء الله في 12 مايو تعالوا ناخد الموضوع بالترتيب علشان تبقوا مدركين اللي انا بتكلم فيه. بطولة توم هاردي شكل الميك عليه اقاويل ولكن من الواضح ان هو هيبقى اداء منفرد ليه اولا واخيرا وحياخد فيه راحته وهيبدع فيه والكلام ده كله. الفيلم عن سيناريو واخراج لجوش ترانك. مين بقى جوش ترانك ده؟ جوش ترانك ده ظهر على الساحة السينمائية بالأفلام الطويلة المؤثرة من خلال فيلم كرونيكل، وفيلم كرونيكل فيلم ممتاز بيتناول أصحاب القدرات الخارقة من زاوية مختلفة وبيتوغل داخل نفسيتهم وقدم تجربة بصرية مختلفة حقيقي عجبني جدا وأنا بنصح لأي لأ حد ما شافش كرونيكل إنه لازم يتفرج عليه. بعد كده أخرج فانتاستيك فور. فانتاستيك فور ولع راح في داهيه يعني الفيلم محدش حدش حابه خالص بتكلم على النسخه بتاعت اسمه ايه مايكل بي جوردن ومايل ستيلر والناس دي كلها والأسف الفيلم ما حققش نجاح كبير خالص بس مش هي دي المشكله اللي قابلت جوش ترانك المشكله الكبيره اللي قبل جوش ترانك انه ما عادش ساكت انه اتهم الاستوديو بان هما اللي تسببوا بافساد النسخه ديت وان الدايركتور كات بتاعه هو انضف مليون الف مره وافضل مليون الف مره وتبرأ من الفيلم بشكل علني مما تسبب ان هو يتم ابعاده تماما من الساحه من سنه 2015 لغايه لما رجع تاني بفيلم فونزو او كابون وابتدى يشتغل عليه اعتقد بناء على ثقه ما من توم هاردي وده اللي كان في الموضوع فيلم آه كابون بقى نفسه فيلم مستقل ما هو ما بيتبعش اي استوديو من الاستوديوهات الكبيره والشركه اللي هتتولى توزيعه وانا عارف ان ده موضوع نتكلمش فيه بس مهم شويه في النقطه دي هي شركه فيرتيكال انترتينمنت وشركه فيرتيكال انترتينمنت انا بصيت على الافلام اللي هم تولوا توزيعها مؤخرا والموضوع مفيش انا ما عدتش على ولا تايتل لفت نظري على انه حاجه المفروض ان احنا نفتكرها او نهتم بيها على الاطلاق بل ان الفيلم ده لما حيتم طرحه مش هيتم طرحه في دور العرض السينمائي هيتم طرحه في فيديو اون ديماند دايركتلي يعني احنا بالنسبه لنا في الاغلب هنداونلوده ونتفرج عليه لان انا ما اعتقدش ان هو هيكون متاح على اي ستريمنج سيرفيس من اللي احنا عارفينهم وده الموضوع اللي بيثير استغرابي هل الموضوع ليه علاقه بالكورونا فيروس والموال اللي احنا عايشين فيه ده وارد جايز ولو اني استبعد لان الفيلم ده يبدو ان هو منتهي بقاله فتره وكانوا بقاله فتره معاصلك في موضوع في موضوع التوزيع ده وانا اللي اعرفه ان الافلام المستقله اللي بتنال اعجاب ما من خلال العروض في المهرجانات اللي فيها اسواق في الاساس بيط... بيلتقطها على طول واحد من الستريمينج سيرفيس الكبار ان لم تكن شركه توزيع كبيره وبعد كده بيتعرض في السينمات يعني انا كنت منتظر ان فيلم زي ده فيلم توم هاردي يا جماعه لما هيتعرض هياخدوا اتش بي او هياخدوا امازون برايم هياخدوا نتفليكس نتفليكس بالتحديد لأن معروف عنهم انهم بيوزعوا افلام كتير فكون ان على ما يبدو الناس قالت للفيلم ده لأ يعني مش عارف مؤشر ممكن يكون ما يعجبناش قوي عموما كل دي امور فيها توقعات كتير فيها قرايه ما بين السطور كتير الاخبار الرسميه ما بتقولش ان في حد قال على الفيلم وحش ما بتقولش ان الفيلم كان متاح للجميع والناس هي اللي عملت باس عليه او فوتته او كلام زي ده اللي يهمنا دلوقتي في هذه الحلقه هو ان انا اطرح لكم الصوره زي ما انا شايفها وبعدين نتفرج مع بعض على التريلر اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره فيلا بينا How about it for our good friend Al, ladies and gentlemen? Do no <laughs> you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? It was dead. Capone lives like a king in Florida. He has full-blown dementia. I have reason to believe it could all be an elaborate act. <laughs> What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. You can drop the act now. You got goons walking around. Guys like you, on this place, ten million dollars get him a talk. let's go on rampage we made a promise someday we was gonna make it big the only thing that really matters is how a man treats his family okay try that انا انبسطت بالتريلر انا 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 خوفي الحياه اللي كنت قلقان منه ان يبقى الموضوع كله بيدور عن حكمة الجريمة لا تفيد وتعالوا نشوف بقى البلطجية دول بعد ما بيمر عليهم العمر وبياخدوا جزائهم وبيعيشوا تحت تهديد الامراض والهزيان لان هو ده اللي التريلر بتطرحه والكلام ده كله هنشوف شخصية من الاخر بتتحلل وهي لسه عايشة وبيتدفن بالحياة وبعدين نهاية حزينة والكلام ده كله ولكن على ما يبدو الفيلم عنده حبكة وده موضوع عجبني جدا ان الراجل ده بعد ما طلع من السجن اه هو بيعاني من الهذيان بيعاني من بي... بيعاني من انفصاله عن الواقع عن الحقيقه ولكن في موضوع الراجل ده مخبي فلوس والفكره انك علشان تعرف هو بيكذب عليك ولا هو فعلا خلاص نسي ومخه ساح ولا بيستعبط ولا ايه بالظبط الموضوع صعب وفي جهات كتير مهتمه بالموضوع وده عجبني جدا بالاضافه للي ممكن توم هارد يعمله من جوه التريلر ما اظنش ان في كتير برضو يدعو للتفصيص جوه التريلر دي لانها بصريا مش موضوع كبير ولان مش 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 مطلوب مننا ان احنا نفهم كل ابعاد الحبكه من اول تريلر بتطرح بس تعالوا نبص كده على شويه حاجات لان في حاجات ايجابيه زي اللي انا قلتهم دول برضو في حاجتين ثلاثه كده سلبيين ممكن يكونوا معجبونيش عجبونيش قوي اوكي ده دي مرحله الترحيب بيه بعد ما خرج من السجن هل ده المفروض ان هو شكل حياته بعد ما خرج من السجن الحاجه اللي مش عجباني هو الشكل الم... شكل الميك اب كابون اللي احنا بنحكي عنه ده عنده عنده 47 سنه ولكن بيعاني من امراض عدوى جنسيه وحاجات زي كده فتسببت في مشاكل لجلده والامور دي كلها توم هاردي عنده 42 سنه فهو بيلعب شخصيه اكبر منه شويه ده لازم يتحط في الاعتبار والنقطه الثانيه نقطه الاذى اللي موجود على وشه دي لازم تتحط في الاعتبار انا للاسف عمال اشوف اللي اتضاف على وشه مش قادر اشوف الا بلاستيك حاسس ان هي مش طبيعيه بنسبه 100% عنده حاله من حالات الهذيان والتخريف ولكن الايجنتس او الناس بتوع الحكومه اللي مكلفه بمراقبته عندهم تساؤلات على ما اذا كان كل ده عباره عن تمثيليه كبيره، ده يبدو ان المحامي بتاعه خبى مبلغ مرعب من الفلوس. مبني على قصه حقيقيه، انا انا مستغرب الحقيقه، يعني فعلا تكمله حياه الكابون كان فيها قصه شيقه بالشكل ده وما اتحكتش قبل كده، انا مستغرب الصراحه. الفلوس الفلوس، بلاستيك كتير بلاستيك كتير يا جماعه، بص بصوا بصوا معايا على الحاجات دي، مش عارف مش عجباني مراقبه من كل نوع الراجل تحت الحصار يعني ما من فرص السينما الضائعه المحزنه يعني انا اعتقد ان دي كلها بقى من نوبات الهذيان اللي احنا بنتكلم عليها اعتقد ان احنا هيبقى عندنا مشاهد كتير ما بين الحقيقه وما بين الخيال وما بين حاجات هو بيتوهمها وبرضه ما نعرفش اذا كان فعلا بيتوهم ولا بيستعبط انا اعتقد ان دي لازم تكون من فصول الهذيان حاجه الاسكار فيس كده على الماشي لا بجد والله تريلر حلو وعجبتني ومعرفش يعني ليه ليه عندي تساؤلات اتمنى حد يجاوب لو انا قصرت في البحث بتاعي او لو حد عنده معلومات او لو حد يحب ينورني يعني ليه فيلم زي ده ما كانتش النية الرئيسية انه يتم الانتظار لغاية لما نشوف الظروف اللي احنا فيها دي عاملة ازاي وفي الاخر يتعرض في دور العرض او انه كان يتوزع من خلال ستريمينج سيرفيس كبيرة شويتين واتصور ان المفروض يكون في كتير جدا مرحبين بيه تساؤلات كتير ولكن لازم يتم وضعها في الاعتبار وانا بقول ان نسبة ترقبي للفيلم اللي المفروض انه هينزل في مايو ان شاء الله ده خلاص يعني على النص يعني انا مستغرب الصراحة 8.5 من عشرة، خليني أقول إن التحفظات اللي عندي دي كانت ممكن تنزل الدنيا الاقل من كده ولكن التريلر التريلر جميلة التريلر اللي عايز أشوف الفيلم دلوقتي يعني. المهم دي انطباعاتي وده رأيي ودي نسبة ترقبي، يا ريت تشاركوا بمعلوماتكم أولاً وبعدين رأيكم وبعدين نسب ترقبكم في الكومنتس، ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا رب الحلقة دي ما تتمسحش، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم قبل ما تتمسح وتشتركوا في القناة قبل ما تتمسح. وايه كمان او تدوسوا على الجرس قبل ما يتمسح آه عشان تجيلكم حلقة اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر قبل ما يتمسحوا ونيمو بوديو قبل ما يتمسحوا وباي باي.